Bienvenue dans ma chaîne أم المطبخ. اليوم البنات نعلمكم الطريقة تاعي تاع كيفاش نيتوايي الميكرووند. دونك الميكرووند هذا خليته إكسبري موسخ باش نوريكم كيفاش ندير وكيفاش نيتوايي. دونك ديريكتومون نروحو واش نسحق. نسحق البيكربونات، هذا البيكربونات تاع الكوزينة، نسحق الخل البرودوي ميراكل، ونسحق الماء. دونك ما نسحقوش بزاف تاع الحوايج، ديريكتومون نوريكم كيفاش ندير. ندير شويه تاع الماء هكذا، شويه برك نص الكاس هكذا، ميم باربع تاع الماء. ندير عليه البيكربونات هكذا، بس ما نقدرش ندير الخل ديريكتومون سينو كاين تفاعل كيميائي. ونسحق ثاني الخل، لا ميم كونتيتي اللي درت في الماء نديرها في الخل. شوفوا مالغري درت الماء باقي كاين التفاعل هذاك. دونك ها وليت الخلطه تاعي، نحركها هكذا، ونديرها داخل الميكرووند. دونك فوالا، نحلكم الميكرووند نتاعي كيفاش خليته اكسبري موسخ. دونك ها وليت كيفاش موسخ داخل. واش ندير؟ ناخذ هذا نحطو لهنايا هكذا، نحي النقطة هذه باش نسحقها. هاولي كيفاش موسخ الميكرووند هذا، ونغلق عليه. دونك فوالا نغلق عليه هكذا ونريكليه. دونك شحال ندير هنايا؟ ندير 90 ثانية، نخليه يدور مليح. فوالا، دونك فوالا، بعد ما خلصت 90 ثانية هاديك، هاوليك، دوكا الما هذا سخون، دونك بالما هذا نبدا نيتوايي هذا. يفوف بركا تاخدي هكذا حبكة هكذا صغيرة، فوفا بركا طونسيون خاطر الما هذا سخون، نبدا نيتوايي فيه، هكذا درت دوزومون. نيتوايي و ميم طون نديزانفيكتيه. دونك هذا تاني الدجاج هذا نديرلو هكذا بالحباكة هادي، نخلص الداخل ومن بعد نروح ندير الإكستيريور. دونك أنا نكمل نمسح كاع الميكرووند هادي ونوريهولكم. دونك فوالا، خديت هكذا أن شيفون، هكذا الشيفون هذا ماشي متجمع، وتمسحي كاع هكذا لي كوتي الفوق، سورتو الفوق وين تراكم الدهون. تمسحي تاني لابورت، تمسحي كاع في الداخل. شوفوا كيفاش جا ميم با 5 مينوت. دوكا نغلقوه هكذا ونبدا نمسحو الفوق كيف كيف موسخ. ناخد هذيك الحباكه وهذيك تاني الخلطه اللي درناها اونصوم هكذا، ونبدا نمسحو هكذا. بيان سور فو فير اتونسيون برك ماشي بدر ما ضربكمش الكره. دونك انا نكمل كاع نمسح هذا في برا هكذا هنايا، بعد نوريه لكم. دونك فوالا، هاولي كيفاش جا. دونك هنايا تلقيه شاب شويه. دونك كيفاش ديري؟ تاخدي هكذا البابي هذا، ديري هنايا ميلونج تاع الخل والماء، دونك زوج معالق تاع الخل زوج معالق تاع الماء، وتعاوديه ديري له هكذا باش تنحيلو على بالكم الشيب هذا جا من البيكربونات. دونك مليح تديريه، بصح البيكربونات يشيب مي باش ديزانفيكتيه وزات اوبليجي. مي شوفي درت ميم با هكذا ان شيفون هاولي زوج مرات ورحلي الشيب هذاك. دونك انا نكمل نمسح هذا، نحيلو الشيب هذاك ونوريه لكم في الاخير كيفاش جا. دونك فوالا، هاوليك في الاخير كيفاش جا الميكرووند تاعي. نحلو الشيب هذاك اكوس تاع البيكربونات، نحلوه لكم في الداخل شوفوه كيفاش جا. دونك فوالا، شوفوا كيفاش نيتوايتو و ميم طون جلي ديزانفيكتي. شوفوا في الداخل كيفاش جا، شوفوا لابورت هذه كيفاش جات، مازال ما مسحتهاش بالخل هذاك ومع الماء هاوليك. دونك نرجعلو النقطة تاعو لهنايا. دونك هاوليك الميكرووند تاعي كيفاش ولا. دوكا نحب نهدرلكم حاجة على الميكرووند، على بالكم بليك الميكرووند
ماشي مليح للصحه. دونك على بالنا كاع بالشيء هذا. دونك انا ما نستعملوش طول طون، نستعملو اون فوا بازار، ولا ما رانيش في الدار، ولا بور لي زونفون يسخنوا الحليب، ولا يديروا الغطاء. الغطاء هذه، الغطاء هذه تشريها وحدها. وما سينو باش نسخن الماكله، باش نسخن الجواز الشوربه، نو ما نسخنش منها جي فيد، باسكو ديجا بزاف تاع لي ليكتريسيتي، او ميم طون يدير في الصحه. مي اون فوا بارازار، اون فوا بارازار هكذا ديريه. فو با برك سواي اون ابيتود، كي تحبي تسخني لي كرواسون، كي تحبي تسخني لك غراتان، كي تحبي تسخني لا بيتزا، هادو ما تقدريش ديريهم فوق الغاز. و ميم طون هذا تاني الميكرووند هذا عنده بلوس دو 3 ans et demi. دونك حبيت برك ندير لكم ان استوس، كي رحت نشريه لقيتهم مليون، ما نكذبش عليكم، نورمالمون مليون 950. دونك انا شريتو اوكازيون، دونك باسكو عنده ان تي بروبليم هنايا، هنايا قشر هنايا. دونك قالت لي هذيك المراه هذا سي با فوندغ، سي عنده ان بروبليم. قلت له واش كاين؟ قالت لي انا عنده هنايا المقشر. قلت له انا سام ديرونج با، نديه ولا ديري لي اون افير. قالت لي روح ديه ب 450. دونك هذا شريته ب 450، الوغ حاجه مليحه. دونك ما علي نقول لكم الا على بروشين فيديو ان شاء الله. على بالكم بالخل بالماء تديري دي ميراكل، اون لا ديزانفيكتي الميكرووند او موان تنيطويه مره في السمانه باش ما يجيلكش تراكم تاع الدهون. دونك ما علي نقول لكم الا على بروشين فيديو. ميرسي، اوفوار.